مساء الخير عليكم. اليوم راح ندير فوكاسيا، حبيت نديرها الزعتره تاع الجنان ديالي اللي في البالكون، بوركوا با. ولازم لنا نديرو ديبو يكونوا عندنا في الدار، عندي نعناع، عندي زعتره، شي بلان دو تروك. اليوم راح نوريلكم لو بو تاعي تاع الزعتره اللي راح نخدم به. اي سي بيان دافوار شي سوا هادوما. صباح الخير عليكم. اليوم راكم دائما مع طاطا حبيبه، جبت لكم وصفه سهله خفيفه راح تحبوها. اليوم جبنا لكم فوكاسيا. فوكاسيا هدايا شغل خبز فوكاس تاعنا. الوصفه وش فيها؟ فيها كيلو فرينه، شويه زيت، 20 غرام ملح، 7 غرامات لافيور تاع الخبز، وهذا بوليش. هذا بوليش كيفاش يتبريبارا؟ دير 100 غرام فرينه، 100 غرام ماء، شويه سكر وشويه خميره، تخلطوهم وتخليها تخمر. كي تخمر راح تدوبلي دو فوليوم. حنا راح نديرو هنا 250 غرام تاع بوليش و 650 غرام تاع الماء، ولا 650 مليلتر تاع الماء دافي. راح نبداو. بسم الله، راح نديرو 20 غرام تاع الملح، راح نديرو الخميره هنا، خلطوهاش مع الملح. نديرو البوليش تاعنا، نزيدو شوية زيت غير زوج مغارف ونخلطو. نحطو الماء بشويه باش ما يغلبناش، كاين فرينه اللي تشرب بالماء وكاين فرينه اللي تقعد هكذاك. هايلك، بعد ما خدمناها واحد 5 إلى 10 دقائق، دوكا ندهنو البول تاعنا بالزيت، شويه زيت، ونحطو لاباط تاعنا هنا باش تخمر. هايلك، بعد ما خليناها نخلوها تختمر، درنا لها البابي فيلم ونزيدو نغطوها ونحطوها دون ان اندروا شو، نحطوها في مكان دافئ. فوالا، ونعاودو نوليكم ومن بعد ان شاء الله بعد نص ساعه نعاودو نولو ليها لاباط تاعنا. بسم الله، وشويه زيت في يدينا. نعاودو نخطوها من دارة وجديد. ما تخافوش منها. طويلة العمل بيان سور ترشوها بالفرينة وتلموها حتى تولي ما تلصقش، وديرو هنا تعاودو ترجعوها هنا، ديرو الزيت وتخلوها تختمر المرة الثانية وتزيدو تغطيوها. هاي خمرت لنا العجينة تاعنا. شوية زيت، شوفوا كيف خمرت. بسم
نغسلوها. كم سنيوة ندير لها ورق الزبدة ونحط عليها السميد ونجيب العجينة تاعي ونمشيها ونزيد نخليها تختمر، نغطيها ببابي ترانسبارون ونزيد نخليها تخمر. هاوليك درنا لها بابي فيلم ونزيدو نغطوها، زيدو نخلوها تختمر. بعد ما خليناها خمرت نحولها واسو يدينا الزيت نجوزو لها شوية فرماج ونديرو شوية سيطرة اللي نحيناها من الجنان تاع بابا حبيبة. راني وريت لكم مليح كي يكون عندنا في الدار ريحة تاعهم ودرتو شوية في الفوخ باش تطلق لي الريحة. ونزيد ندير الطوماطيش تاعي ونقدر نزيد لها الزيتون، نقدر نعمر لها كامل. هاوليك دوكا كنا شعلنا الفوخ درناه يسخن على 240 درجة ونحطوها في الفوخ، نزيدو لها الزيتون. الكاسيا تاعنا طابت، هاي ليك تاكلوها بالصحة والهنا. إن شاء الله عجبتكم الوصفة وسختو على حبيت نأكد لكم على الزعيطرة كي تغرسوها في الدار تجي ما شاء الله الريحة تاعها تعمر الآخر. ولازمنا نجتهدو ونديرو دي بيتي بو ونديرو فيهم شوية كيما النعناع كيما المعدنوس كيما الحشيش، وكي نجو نطيبو انا نطيبو تكون عندنا ماكله صحيه. يعطيكم الصحه، تابعونا في قناه طاطا حبيبه راح تشوفوا دائما جديد مع طاطا حبيبه. بارك الله فيكم.